صباح الخير مستمعينا الكرام تحيه طيبه للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح اسعد فيه باستضافه عضو اللجنه العلميه المكلفه بمتابعه تفشي فيروس كوفيد 19 بروفيسور رياض مهياوي بروفيسور صباح الخير صباح الخير وشكرا على الاستضافه شكرا جزيلا لك دائما على تلبيه دعوه البرنامج بروفيسور اليوم نفتتح هناك برمجه الاذاعه الجزائريه نصف يوم مفتوح للتحسيس والوقايه من كوفيد 19 عبر برامج متنوعه وروبورتاجات عبر كافة محطاتها لأن حالة الانتشار والإنكار واللامبالاة عند الكثير من المواطنين الجزائريين ما أدى إلى تفاقم الوضع الوبائي الحالات عدد حالات الإصابة تلامس 700 حالة تحديدا 692 حالة تم إحصائها في 24 ساعة الماضية ما هي قراءتكم لهذه الأرقام؟ هل هو مؤشر على بروغ ذروة الموجة الرابعة؟ تفضل البروفيسور. الكل بالفعل أنا في واحد التصاعد على الأرقام يوم بعد يوم وحتى ولو يكون بطيء لأننا نشوفوا باللي أرقام الاستشفاء ما تطلع بقوة مم. الآن أنا في 4525 مريض في الاستشفاء 41 مريض 40 مريض على جهاز التنفس تحت الجهاز التنفسي و370 مريض في العنايه المركزه ولكن هذا على غرار كل البلدان العالم وانا عارفين مع التغيرات الفيرولوجيه نتاع الكوفيد 19 اللي الان تحور وانا نشوفوا باللي حتى وقوع هذا المحور الجديد مم. اللي هو اوميكرون اللي ما كانش متفوق وبدا الان بدات الارقام تاعو تتفوق لان كنا في ديسمبر كنا 80% كنا 70 80% دلتا 20% الان راهي قامت القانون الان الميكرون راهو ينافس الدلتا وربما راح يتفوق عليه في, أز... في اقرب وقت كما على اغرار كل ال... كل ال... البلدان في العالم وكل يومين ثلاثه الارقام تضعف بثنين بثلاثه لأننا نعرف عارفين سرعه الانتشار تاعو قويه قويه جدا ولكن المؤشر المليح في الميكرون نقولو مليح بالنسبه للموجه الثالثه اللي كانت فتاكه وكانت قويه جدا مع وفيات كثيره الميكرون ما يعطيش اعراض خطيره جدا وما يعطيش استهلاك الاكسجين كما الموجه الثالثه الان لسنا في ذروه الموجه الرابعه لا ما نجبوش ####في دروا دروا كنلحقو ال# الرقم ونعاودوا ننزل النزل تتة تتة نعم كيكون في مرحلة تنازلية نقول... المرحلة التنازلية منذ 15 يوم ولا ثلاث اسابيع من نقولوا باللي انا فتنا لو بيك على بالك الفيروس كيفاش يجي يجي يطلع يلحق لان يعود يعاود يهبط هذا هو لا ديناميك دو فيروس اذا لهذا ما نقدروش نقولوا الان ما نقدروش نتكحلوا ولكن نتمناو نركزوا الكثرة نركزوا في الوسائل الاحترازية يعني حتى التصاعدي لا يزال مستمر تتوقع الى حد الان نعم مازال يتصاعد نعم ما هي الخطورة التي تشكلها... يشكلها هذا المتحور المتحور اوميكرون ما هي خصائصه مقارنه بالسلالات بالسلالات التي عرفناها؟ على كل حال نعم تفضل طريق. من ناحيه الاعراض ومن ناحيه نعم نعم على نعم. بالنا باللي كاين فيها دي ميوتاسيون اكثر من 32 تحول في لابروتين سبايك تاع الفيروس كورونا 19 تحورت و وخلقت هذا المتحور الجديد اللي هو اوميكرون اللي كان آه كيفاش نقولوا في افريقيا الاستوائيه افريقيا الجنوبيه والان راه على المتفوق على المستوى العالمي اكثر من زوج ملايين تشخيصات في الولايات المتحده واكثر من 400 الف يوميا اذا خصوصيات الخطوره تاعو الارقام كي ديري انت عندك مليونين ولا 300 الف ولا حتى في الجزائر شو هو الامباكت تاع هذا الميكرون على الاقتصاد الناس ما تروحش تخدم الناس درتي لي ترافاي الناس تغيب الدراسه تحبس لي زونسينيون ما يمرضوا اذا هذا هو وهذا حتى ولو ما عندنا 600 و... انا نحقري نحقوا 700 تشخيص يوميا هاد الناس لازم لهم وصفه طبيه لازم ادويه لازم لهم الطبيب يشوفهم لازم يريحوا في الدار اذا كل هذا يعمل باللي الميكرون يقلق الاجتماع يقلق الاقتصاد يقلق البي مهما كان البلد لان عنده الارقام الارقام قويه قويه جدا. بالنسبه للاعراض تاعو تغيرت؟ أعراض نعرفناها عرفناها بالاعراض على بالنا باللي يدخل في الجهاز التنفسي ولكن ما يهلكش الجهاز التنفسي كما هلكوا الدلتا الاعراض هما زكام كان بزاف الناس اللي راهي عندها زكام الان والان الزكام الناس قاعده تروح تفحص لان اعراض تاع الزكام والانفلونزا الموسميه تشبه الاعراض نتاع حتى ولو هضرنا بزاف على اعراض نعم، اعراض اذا لا لانه الان هناك بعض الحالات انه يعسفوا على الذهاب للتشخيص ضد اوميكرون يقول لك شو غريب نورمال على كل حال الناس راهي الان ماشي على غريب نورمال ولا ماشي غريب نورمال بصح الانسان كي تكون عنده اعراض وما عنده حتى حاله باش حتى سبب باش مرض ولا جهاز زكام ولا كان تعرض للعدوى لان تلاقى ولا راه في مكان مغلق ولا راح الحفله ولا معه. راح العرس ولا يعرف باللي او تقاس بالكورونا فيروس اذا لازم له التشخيص والان احنا المواطنين الجزائريين يروحوا يديروا التشخيص التشخيصات كاين اللي يديروا مم. التشخيصات بلا, بلا وصفه طبيه يروح واحد يدير مم. التشخيصات لان باش يعرف روحه كيفاش يتصرف في المنزل كيفاش يتصرف مع العائله كيفاش يتصرف مع الخدمه تاعو كاين ظاهره ظاهره الان يعني عايشينها و... على الظاهره الناس تكون مريضه وما تصرحش بلي تكون مريضه الناس مرضى يدوروا في المستشفيات ويدوروا في في, في... في... الادارات بدون ك... بدون حنا وعارف روحه باللي بيزير بصح ما يصرحش بها <applause> وهذا يسبب خاطر على ال موضوع. نعم. موضوع. نعم، الآن حالات الوفيات المسجلة هي راجعة إلى فيروس دلتا أم أو أوميكرون أم ليست هناك معطيات؟ على دقيقة. كل حال إلى حد الآن إلى حد الآن الدلتا مازال متفوق في الجزائر حتى ولو يكون المختصين هم يقولوا باللي هو الحق 50 ولا 60% ولكن تصريحات لانستيتي باستور مازال ما تفوقش الفيروس دلتا ولكن على حسب السرعة وعلى حسب الإنتشار ربما يكون متفوق في الأسابيع المقبلة مم. ولكن نشوفوا باللي الناس اللي تروح للإنعاش ولا تروح للوفية فياتهم هما الناس كان زوج حالات الناس اللي ما عندهاش ل... اللي ما مت... مت... من دلش من دلش نعم. والناس اللي عندها اعراض مزمنه وعندها امراض مزمنه وعندها عمر كبير وعندها مناعه هشه هذوك هما الناس اللي راهم يتعرضوا ونتاسفوا لان الناس هذو لو كان ربما تلقحوا بالك ما يلحقوش لهذه الحاله هذه ونتاسفوا كثير كي نشوفوا مريض توفى ولا مريض دخل الانعاش هو ماهوش متوفي هو ماهوش ملقح وعدا فاميلته وعدا باباه ويماه وصحابه هذا نتاسفوا كثير وما نفهموش علاش الناس هذه اللي راهي تروح لهلك بيدها يعني وأحتم ما نعم. يحتم عليهم كاين الوسائل كاين كل الامكانيات لماذا نروح نروح الى هلك ونه... وندير خاطر على حياتي نعم. وعلى حياه كل اللي حولي آه، بروفيسور رياض هي تشير بعض المعطيات والاخبار المتداوله عن تفشي الوباء في الوسط المدرسي واصابه التلاميذ ما حقيقه الامر آه... بالفعل بكل صراحه لازم نكونوا صريحين مع روحنا نسمعوا في الاخبار في الهاتف في الشارع في الحومه في مع الاصدقاء مع العائله نسمعوا باللي الناس قاعده تهضر على بلي كاين اطفال اللي راهم في المستشفى في 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 الدراسه وكاين بعض لي زيكول ثاني صرحوا نعم. الناس صرحوهم قالوا ما تولوش 10 ايام واحد يقول له دير تيست انتيجينيك واحد بصح الى حد الان ما جتنا حتى تصريح رسمي حتى ارقام رسميه باش الانسان يدير استراتيجيه باش ضد وباء ولا كاتاستروف ولا لازم تكون عندك دلائل ولازم تكون عندك ارقام اوفيسيال وانا نظن باللي هل تنسيق في, الساعات القادمه ان شاء الله اليوم ولا او بلو دو ماي وراه بالك دي كومونيك اوفيسيال باش نعرفوا وين رايح الحاله وحنا رانا في العام اللي فات درنا توصيات في في, في في, في المدارس كما تكون العدوى نعم، الآن في غياب هذه المعطيات الدقيقة الدقيقة والرسمية، هناك بعض الآن أو المدارس يطلبوا البي سي بالنسبة للتلاميذ، هناك بعض عديد الأقسام فيها غيابات بالجملة، ثمانية عشر تلاميذ، وهذه معطيات يعني دقيقة لأنه عندنا في العائلات نقدروا نشوفوا هذا الشيء. الآن هل هناك ربما سيكون هناك خطوات في الساعات القادمة، هل هناك دراسة وتفكير على مستواكم للتلقيح؟ التلاميذ بالفعل درسنا كثير زلنا ندرسه والحقيقه مازال ما لحقناش الخاتمه تاع الاطفال مع العمر نتاع واش من العمر لازم يتلقح وباي لقاح وفي مه. اي مده ولكن راح تكون ربما قرارات عن قريب ولكن الى حد الان الان رانا لازم كيفاش نقولوا نركزوا روحنا في التلقيح في التلقيح اكثر من 17 سنه مازال ما درنا حتى مازال ما لحقناش البروبجيكتيف برينسيبال باش نلقحوا لي بلوس دو 18 اذا اللي لو كان نلقحوا او موان لي جون كي سون اوتور دي دي زيليف دون لي إيكول لي انسيون لي ادمنستراتور لي اجون اوتور دي لازم هادو يتلقحوا هذه باينه باللي راح تلحق لهذا وهذا ماشي لانه كانت وزاره التربيه صرحت انه في ضعف في نسبه الاقبال من قبل الممارسين نعم وهذا ما نفهموش وهذا على بلي نتعرضوا الله رايحين له وعلى بالنا باللي الان رانا في فصل التمبيراتير يلحقوا صباح الخمسه سته درجات تاع الحراره وانا عارفين باللي هذا الوقت هذا وقت الفيروس الهوائيه لي, لي فيروس ريسبيراتور هما راهم يتفاجاوا ولي موفلونزا انفلونزا تقيس الصغير وتقيس الكبير وتقيس اذا لهذا الان الاوان الان باش نعاودوا نضبطوا ونعاودوا نروحوا للقاح بقوه ونتلقحوا لان ماهوش ممكن هذا سي با دي بون سونس ان اونسينيون ولا ميديسان ولا باراميديكال ولا ما يكونش ملقح ويروح يداوي المرضى ولا يروح يقري هذا هذا واجب وطني الان باش نحميوا هذا نعم. القطاع هذا العزوف عن التلقيح حتى في الوسط الممارسيه الصحه بروفيسور الان هناك تقريبا 40% من ممارسي الصحه مصابون بالكوفيد كوفيد 19 كيف هي وضعيه المستشفيات بالنسبه لحالات المرضى بالنسبه لظروف الاستشفاء وايضا بالنسبه لظروف العمل خاصه في الغياب غياب الاطقم الطبيه ابسوليمون هذه هي هذا هو المشكل تاع <applause> الاوميكرون هو هو الصدى تاع هذا تاع العدوى على الاقتصاد على الخدمه تخيلين انت في مدرسه ما يجيوش على 20 اونسينيون ما يجيوش 10 كارثه ولا في المستشفى ما يجيوش الاطباء ولا الشبه الطبيين ولا الاداريين هذه هي هذا المشكل المشكل راه فيه هذا الشيء هذا حتى الان في بعض البلدان اللي راهي عندها ارقام أه طالعه بزاف حتى اللي يكونوا عنده بي سي ار بوزيتيف ما عندوش الاراضي يطلبوا منه باش يجي يخدم <متحدث> لان ما كانش الناس اللي تخدم اذا لهذا لازم باش نحميو هذا السيستم ليدوكاسيون لا لازم نكونوا ملقحين <متحدث> وهذا لازم ما نقدروش نهربوا منه ما كانش خروج واحد اخر من غير اللقاح وغير تطبيق الوسائل الاحترازيه انا نشوف الناس حتى بي سي ار بوزيتيف ويدور بلا ما بلا والو ولا مبالاه هناك تخلي تام الان عن الاجراءات الوقائيه من قبل المواطنين <متحدث> لماذا لا نجد تطبيق فعلي لهذه القرارات احنا طالبين احنا طالبين التطبيق الفعلي والصارم ماشي الفعلي الصارم في القطاعات بصح كل قطاع لازم يطبق الوسائل في القطاع نتاعو بصرامه انا ما نخليش انا واحد يدخل كيفاش نقولوا المدرسه ولا الفضاء ولا بدون قناع واقي ولا وما نديرش تباعد ميم با ميتر انت لي جون الناس حتى على الهواء التلق الناس اللي تروح لي زيسباس دو لوازير لي فوري وكاع

والناس ما راهم متجمعين على طاوله باش ياكلوا واذا لهذا باينه بلي العدوى من ما عندهاش حل واحد اخر وما عندهاش نوت اكسبليكاسيون <applause> العدوى راهي يجي من هذا الشيء من هذا التقارب وهاد التجمعات ولا مبالات وعدم كيفاش نقولوا غياب الوعي تاع غياب الوعي ومن بعد سيت الى كل عائله تقاست الى دخل تقاس العائله سيت خطار لازم الان نعاودوا نتوعوا ونوليوا الوسائل ونوليوا اللقاح. 370 حالة في الإنعاش. بروفيسور رقم كبير جدا لا رقم على كل حال ما كبير كما الموجة الثالثة باسكو كنا كمان في تشبع كبير وكنا لحقنا حتى 17 نسك. ألف كيفاش نقولوا مريض في الموجة في الآن أنا كي جيت عندك الخطرة اللي فاتت كنا 3900 3900 اليوم رانا 4300 إذا حتى نشوفوا هذا التصاعد راه لأن الاستشفاء لأن الآن لا ماجوريتي تاع المواطنين اللي مرضوا الاستشفاء تاعهم يروح للدار لأن مم. مم. ما عندهمش ارض تنفسيه وعندهم لاساتوراسيون تاعهم مليحه في دخول المستشفى دونك في يروحوا يستشفوا في الدار وكان بزاف المرضى اللي راهم يداويو في الدار بلا بلا ما يدخلوا المستشفى بالنسبه للامكانيات والأكسجين متوفر على كل حال الى حد الان ما سمعناش باللي كان ضغط كبير بالحب كل صراحه باش ما نعم. ما, ما, ما سمعناش باللي كاين ضغط كبير وانا تنقلت لبعض المصالح شفت باللي حتى ال 12 ولا 14 مريض اللي كانوا في هذيك المصلحه ما كان حتى مريض ما عنده الاكسجين، لان عارفين باللي الان هذه الموجه وهذا الميكرون ما يستهلكش الاكسجين كيما الدلتا تاع الموجه الثالثه حمله التلقيح لحد الان لم تلقى الاستجابه الكامله ولم ترقى الى حجم الجهود التي بذلتها الدوله في حمله التلقيح كيف هي النسبه حاليا وما هي الاستراتيجيه المستقبليه على كل حال النسبه ما أظن ما تغيرتش ما تغيرتش كثير لان ما شفنا بلي كنا عندها واحد ثلاث اسابيع 13 مليون نظن اليوم رانا طلعنا شويه ولكن ماشي ماشي كيما حبينا ماشي كيما عونا مع واني شفت اللي سمعت اليوم في باللي راهم كيفاش نقولوا الحمله تعاود انطلقت في, التعليم العالي في, في, اليونيفرسيتي حتى في حتى في التعليم اه الابتدائي نشوف باللي اه وزير السيد وزير التربيه صرح نا. باللي اكثر من ثلاث 33 ألف آه. او اقل لا 33 في المئة راهم بداو يتلقحوا هذا رقم اللي لا به ان شاء الله يكون اكثر وهذه الحل الوحيد لان لازم نكونوا واعيين لازم نكونوا متساندين لازم نكونوا منضبطين لازم نكونوا تضامن ثاني وطني لان لازم نلقحوا باش نخرجوا من الازمه والترويج وهذه الهضره لان انا نقول لك الاخت سميه اللي هضرنا الهضره بزاف نعم آه كلام كثير كل واحد واش يهضر اذا لهذا راهي ربما هذا هو اللي خلى العزوف على على اللقاح لان كيكون سمحوني نقول طبيب ما واش مقنع باللقاح وما يقنعش المواطن المواطن يقول لك انا كيفاش طبيب ما لقحش وانا نلقح فيها كيفاش نقولوا مشكله اذا لهذا لازم نهضروا كلام اللي يفهموا المواطن ونهضروا كلام اللي ما نعقدوش به الامور في بعض الاحيان ايضا الاطباء يكونوا ضحايا لانه مثلا بروفيسور رشيد بالحاج هو الان نتمنى له الشفاء هو مريض تعرض لكوفيد 19 رغم انه خد ثلاث جرعات يعني العلاقه هي متعديه الان على كل حال باينه باللي قلنا نقولوا نعاودوا باللي اللقاح ما يحميكش 100% من مه. المرض ولكن يحميك 100% باش ما تدخلش الانعاش ما تتوفاش هذه معروف بها وما نعاودوش نقولوا لها لان نعاود ندخلوا الشكوك وندخلوا نعم. اذا باينه هذه ولكن اللي مرض بالكوفيد 19 هو ملقح اثنين ولا ثلاثه والان راني نركز على لا دوز لازم نعم. لازم لا تخوازيام دوز لازم نديروها وراهي اجباريه المناعه لازم هي اللي تطلع لك المناعه لان ست شهور ولا سبع شهور من بعد اللقاح الثاني المناعه تاعك تنقص حتى ولو تكون عندك امراض مزمنه لازم يعني الان هو الوقت المناسب لازم لبدايه هذا هو الوقت باش الانسان اللي ما دارش لا دوز يروح يديرها بسرعه ما هي النصائح المقدمه بما يخص الجرعه المعززه الجرعه الثالثه؟ <applause> نعم الجرعة المعززة كاين اللي دي يقول لك تقدر دير ميم فاكسان كو لا بريميير <applause> لا دوزيام دوز وكاين دراسات يقولوا كي تبدل الفاكسان <applause> أه, تكون المناعة أكثر من ما دير لو ميم ولكن وهذه إلا دي ديتاي سيانتيفيك اللي ما ندخلوش فيهم، الإنسان يروح يدير روزيم دوز، يتبع نصائح الأطباء ويدير تروزيام اللي هي موجودة في المكان اللي راح يلقى فيه. الآن أوميكرون يتغير بسرعة ويشكل خطورة كبيرة، العام كله متخوف، هل يجب الآن الاعتماد على جواز التلقيح للتقليل من عدد الإصابات؟ على كل حال هذا ما نتمناه انا شخصيا وهذا ما تمنيناه في اللجنه العلميه حتى بعد إيه كيفاش نقولوا تصريح وزير الاول على <applause> وهذا التوصيات وهذا الا ان باش الانسان يامن الاماكن المغلوقه ويامن الاماكن اللي فيها خطوره تاع العدوى ما فيهاش هذا ما نفهموهاش كوم اون كي لي اون ولا حاجه اللي جات تضغط علينا ولا هذا باش نسهلوا الامور للناس باش نامنوا الناس وباش الناس تكون تعيش بصفه بسيطه في الحياه لان لازم نتعلموا كيفاش نتعايشوا مع هذا الفيروس اذا لهذا لازم نطبقوه ولازم كل القطاعات يطبقوا في الاماكن اللي انا شفنا باللي في كيما نقولوا في, السفرات الطويله كي تدير سفر طويل ولا كي تركب في الطياره الاجباري تاع لو باس فاكسينال واجباري في في السفر للخارج حتى في الجزائر كي تطلع في الطائره لازم نطبقوه لان هذا هو الحل الوحيد كما قدرت تقدرش دير 100% تاع ولا تطبيق الوسائل الاحترازيه لازم تطبق وتفرق بين الناس اللي ملقحه واللي ماشي ملقحه نعم الان هل هناك تحقيقات وبائيه عن انتشار الفيروس في الجزائر بالفعل حتى ولو ما كانش بوكو دانفورماسيون سو لي زونكيت ايبيديولوجيك، مي اه الناس راهي اللي في لي سيماب، الناس راهي في القطاعات الصحيه، راهي تخدم، راهي تكمل مم. خدمتها كما على العاده، راه دير التحريات الوبائيه تاعها، وهذا هو وهذا هو التحريات، كيفاش نقولوا احنا الانسان كي يكون مريض لازم نعزلوه ولازم تيستواه ولازم نداويوه، إذا هذه هي التحريات الوبائيه، لازم الناس اللي يكونوا حول المريض هذاك لازم يتعزلوا ولا يتشخصوا، إذا يكونوا مرض ما يكونوش مرض. هناك أيضا جوانب إيجابية صدرت من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس أنه فيرو... متحور أوميكرون سيكون الأكثر قدرة على تطوير المناعة الجماعية في على كل حال علاش صرحوا هكذا لأن بالنسبة للرقم الى <applause> الى مليون شخص يومي اللي عنده الكوفيد 19 مع الاوميكرون هذا <applause> راهو عنده مناعه لان يعني عارفين بالمناعة المناعه نكتسبها من بالفاكسان الفاكسان بار لا مالادي <applause> اذا نظريا يقولك لك هذا سي اون اسبيس دو فاكسان فاكسان <applause> كوليكتيف ولا درنا زوج ملايين صافي هذوك زوج ملايين ملقحين ضد الكوفيد 19 دونك يعاونوا في المناعه يعاونوا في المناعه الجماعيه ولكن كيف تفسر انه شخص يتعرض للكوفيد ويزيد يتعرض مره ثانيه بالفعل لأن يعني كاين تحورات <تضح> على الكوفيد للتحور الاول ومشي كيف كيف انا عارفين بلي كاين تحورات في لابورتين سبايك حتى <تضح> على حتى على اللقاحات كاين تحور وهذا باين بلي كي واحد يكون عنده كوفيد هذا تحور جديد الان بالنسبه لي هل سنتحدث من المبكر الحديث عن نهايه هذا الفيروس او تكون سنه 2022 عام نهايه الفيروس؟ هذا ما نتمنوه وما يتمنوه المستوى العالمي والخبراء على المستوى العالمي يصرحوا باللي ربما هذه هي التحور الاخير لان الاوميكرون <متدعمن işi> هذا التسرع نتاعو ربما راح يعطي مناعه عالميه مناعه على كل لا بلانيت تيغ وهذا ما نتمناه ان شاء الله ولكن ولكن بكل بكل صراحه كل التكهنات اللي داروا منذ ظهور هذا الوباء لحقت خطا لان <applause> ما واحد ما عارفين في هاد لا مالاديا انكوني و انكوني والتحور تاع واحد ما كان إنشاء ان شاء الله تكون هذه النظريه وتكون حقيقه وان شاء الله نتهناو من هذا الفيروس هل هناك استراتيجيه جديده لتكثيف حملة التلقيح الآن على كافة بالفعل بالفعل <applause> نحن هنا وأنا معاك رانا في اليوم الثاني كاين في الغوش في كاع لي راديو كاع بالك لا تيليفزيون اللي باش يعاودوا يحسوا الناس وشفت حتى في في التعليم العالي الآن حتى اللي زيت لي زيتيديون راهم معولين يلقحوا لأن شافوا باللي ما كانش حل واحد آخر في والعدوى راهي كثيره حتى في الجامعات لاننا عارفين كفافة في لي في لي صال اذا لهذا الناس فطنت شويه هذه الايام الاخيره وان شاء الله تكون بدره خير على وتيره التلقيح. عوده الحجر الصحي ولو جزئيا مستبعده <applause> هذا مستبعدني ان الحجر الصحي كان استعمله في البدايه اللي كان ما كان حتى معلومه وما كان حتى <applause> سلاح الان يعني السلاح باين والعقليه تاع الفيروس باينه الوسائل كاين الاحترازيه وكاين لقاح اذا لهذا م -م. الان ما كان حتى معنا باش الانسان يدير الحجر كما في الفتره الاولى ما هي توصياتكم المرحله القادمه خاصه وانه نحن في موسم الفيروسات الموسميه الانفلونزا على تقريبا. كل حال ما نشعر عارفين واش راح هذا الشهر شهر الفصل فصل الشتاء بارد يعني نشوف درجات هبطت قريب 10 درجات مع الاول اذا لهذا لازم الان لازم نحمي روحنا لازم بروميامون لازم الانسان يكون ي ي يحمل القناع الواقي في كل مكان وحتى ولو نقولوا باللي كي تكون وحدك ولا تكون في الشارع ولا تكون ولكن ننصح باش نحمي القناع الواقي لان العام اللي فات كي كنا في صرامه تطبيق الوسائل الاحترازيه حتى الزكام حتى اللي في ما شفناهاش لا غريب العام اللي فات اذا نظن باللي لازم نعاودوا نولي ولا لا كونفيغوراسيون تاع العام اللي فات نحميو روحنا بالقناع الواقي وان شاء الله نعاودوا في وتيرة اللقاح بقوه. لهذا السبب سالتك عن الاعراض لانه في السابق في في بدايه الفيروس كان غياب حاسه الشم مؤشر. الان ما نشوفه الان, الآن نعم. ما نشوفه حاسه الشم زكام زكام عيا 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 كبير وعطس اذا انا نشوفه الان اعراض اللي تشبه كثير الزكام نصيحه لمن لديه احد افراد عائلته مصاب بالكوفيد وهو يذهب إلى مقر العمل على كل حال لازم تصريح وشفت البارحة حتى نعم. المدارس بعثوا الأولياء الأولياء قالوا لهم اللي يكون عنده مريض ما يجيش ما يجيبوش هذه لل... هذه نظن هذه منطق احنا كي كنا اصغر كي يكون عندنا واحد مريض في الدار ما يخرج ما يرش هذه بلا بلا وباء بلا والو ما نخرجوش من المنزل وما نروحوش ونعزلوا روحنا في المنزل ونديروا كل الوسائل في المنزل اذا لهذا كي يكون واحد مريض لازم يتعزل وما لازمش يخرج للمجتمع شكرا جزيلا لك بروفيسور هي عضو لجنة متابعة فشى كوفيد 19 بالوزارة على كل هذه الأثرات شكرا, شكرا. مسامين على اللقاء.